شيخنا حفظكم الله تصدر هنا في فرنسا مجلة إسلامية بل سنتية باللغة الفرنسية، وأنا إحدى الكاتبات في تلك المجلة، فنحن قد طلبنا نصائح من الشيخ ربيع حفظه الله حول هذه المجلة، فأوصانا أن نطلب من العلماء والمشايخ أن يساعدونا على كتابة بعض المقالات، فنحن نريد أن نخصص عددا من المجلة للمرأة السلفية، ووجدنا أن تساعدنا في ذلك، وبارك الله لكم في أوقاتكم وفي عملكم. والسؤال: ما هي خصائص المرأة السلفية؟ السؤال عريض وطويل، نلم بما يسر الله سبحانه وتعالى. خصائص المرأة السلفية أنها تتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حدود ما تستطيع على فهم السلف الصالح، وينبغي لها أيضا أن تتعامل مع المسلمين معاملة طيبة، بل ومع الكافرين، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا، ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول أيضا: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كما أنه يجب عليها أن تلازم اللباس الإسلامي، وأن تبتعد عن التشبه بأعداء الإسلام. روي الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ورب العزة يقول في شأن اللباس: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وروى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وننصحها أن تحسن إلى زوجها إذا أرادت الحياة السعيدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم: إلا كان الذي في السماء غاضبا عليها غاضب عليها
نعم، وهكذا أيضا تقوم برعاية أبنائها رعاية إسلامية. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، وذكر المرأة أنها راعية لبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الصحيحين من حديث نابل بن يسار رضي الله عنه ولقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يفطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، فلا ينبغي أن يشغلها أو تشغلها الدعوة عن تربية أبنائها، كما أنه ينبغي لها أن ترضى بما حكم الله في تفضيل الرجل على المرأة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويقول سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرت، وإن تركته لن يزل به عوج. فينبغي للمرأة ينبغي لها أن تصبر على ما قدر الله لها من تفضيل الرجل عليها، وليس معناه أنه يستعبدها. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في جامع الترمذي: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع. استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم لا تملكون منهن غير ذلك. ألا وإن لكم على نسائكم حقا، ألا وإن لنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في طعامهن وكسواتهن. وفي السنن ومسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا أطعمت،
وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الواجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. نعم، فماذا بارك الله فيكم؟ فينبغي أن نتعاون جميعا على الخير. الرجل يعامل امرأته معاملة إسلامية، ويعينها على طلب العلم، ويعينها على الدعوة إلى الله، والمرأة تعاون وتعامل زوجها معاملة إسلامية، وتعينه على العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى حسن التدبير لما في البيت. فإن الله عز وجل يقول كما سمعتم قبل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله المستعان.